اهلا وسهلا الحباب، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. شحال ما عملت لكم شي فيديو ديال الشهيوات ولا ديال العصائر ولا شي حاجه، على حساب نتوما عارفين دابا العيد قرب وكنوجدوا زعما اذا كنخرجوا نشريو الحويجات للعيال ولينا، وما كيبقاش الوقت صراحه ندخلوا نوجدوا الشهيوات رمضان، كندخلوا دغيا داكشي اللي كيتوجد ساهل ماهل هو اللي كنعدلو هاد الايام الاخيره وعشر ايام الاخيره. الانسان يقوي من الصلاه من الذكر والاستغفار اللي هي اهم حاجه. ورمضان سبحان الله دغيا كيدخل دغيا كيخرج، سبحان الله ما كنحسوش به بالزربه ديالو. يا ربي تقبل منا الاعمال ديالنا والصيام ديالنا والصلاه ديالنا وكل شيء يا ربي. فهاد الفيديو غادي نشارك معكم جوج ديال العصائر اللي كيتوجدوا بسرعه كما قلت لكم هاد العشر ايام الاواخر، كنوجدوا داكشي ساهل الماهل. وغادي نعدل معكم دويره في المحلات اللي تقدس منهم انا يعني بنتي العيد، وتشوفوا الاثمنه اللي كاينين. صراحه كاين الاثمنه مزيونين وكاين الاثمنه اللي زايدين في الثمن. انا غادي نشارك معكم الحاجات اللي بانت لي زعما الثمن ديالها مناسب، وانتم شوفوا شنو كاين ونبداو بالفيديو ديالنا على بركه الله. بالنسبه للعصر الاولاني غادي نحتاج هنايا العصر ديال التشين، العصير ديال الليمون، كل واحد شنو كيقول له. انا هنايا عندي معصر ثلاثه ديال التشيناس كبارين عامرين، يعني كيكونوا كي ديال العصر كيطلقوا الماء تبارك الله بزاف. وغادي نطحن معاهم طريف ديال الاناناس، غادي ننقيه مزيان مزيان من القشره ديالو، وغادي نقطعو طروفه ونطحنو معاهم بلا ما نعمل السكر، حيت انايا اللتشين ديالي حلو. اذا كان عندكم اللتشين من داك النوع اللي كيكون حامض ضروري تعملوا معاه السكر، وده على حسب كل واحد كيبغي الحلاوه، على حسب كتبقى على حسب الذوق الواحد. المهم هنايا غادي نعمل انا غير اللتشين واناناس، غادي نطحنهم مع بعضهم مزيان مزيان، وكيجي المذاق ديالهم غزال بزاف بزاف. من بعد ما طحنت اللتشين مع اناناس خليتهم يبردوا مزيان مزيان، على حسب هذا النوع ديال العصائر خصهم يبردوا مزيان، كل ما بردوا كل ما كتحس بداك الانتعاش والمذاق ديالهم كيكون مزيون بزاف. بحال دابا مثلا غادي نفطروا معاهم مع المغرب، غادي نفطروا بيهم مع المغرب، فانا عملته مع 12 الوحده ديال الصباح وخليته في النبيره. كل ما بردوا كل ما كتحس بداك الانتعاش والمذاق ديالو واعر، كيجي اناناس مع اللتشين كيجي غزال بزاف، جربوا وما غاديش تندموا عليهم. وصافي هنايا بالنسبه للكيسان زينتهم بالطريفات ديال الاناناس للتزيين وصافي. وكان هذا هو العصير الاولاني، وندوزو دابا للعصير الثاني. وبالنسبه للفريز فانا طول حياتي يا اما كنعدل الفريز مع الحليب يا اما الفريز مع اللتين. واحد النهار قال لي واحد السيد من العائله مختص في العصائر، قال لي بلي الفريز خصك تعدل معاه لا حليب لا لتين، عدلو غير هو والماء وشوف المذاق كيفاش كيجي، كتحس بالعصير ديال الفريز، كتشاف الفريز ديال بصح ماشي كيتخلط مع يا اما مع الحليب يا اما مع اللتين، ما كيجيش زعما باين عصير. هنايا جربوا هذا العصير هذا وشوفوا كيفاش غادي يجي غزال، ما غاديش تبقى تخلطوه لا مع لتين لا مع حليب. من نهار قال لي وجربته فرجع هو المعتاد عندي. المهم هنايا عندي ربع ديال الفريز مع شويه د الماء، خصو ضروري يكون الفريز تقدى ديال الماء. وعملت عليهم جوج طوبه ديال السكر، يعني كتجي جوج معالق كبار ديال السكر، حيت انايا فريز ما عنديش حلو بزاف، يعني ضروري خصني نضيف له السكر باش يتحلى. وبالنسبه اللي عنده الفريز حلو يعني طايب مزيان صافي بلا ما تعدلو السكر، وكيبقى الحلاوه على حسب الذوق كما كنقول لكم دائما. غادي نطحنه مزيان مزيان، وضروري خصو يكون الفريز طري. بالنسبه باش ينجح معكم هذا العصير خصو ضروري يكون الفريز طري، ماشي ديجا عندكم في متلج ولا شي حاجه، خصو يكون طري يعني باقي طري. فهمتوا؟ صافي كنعدلو معاه غير الماء تقدى ديالو، يعني قد الفريز قد الماء، وكنزيدو عليه جوج طوبات ديال السكر.
وكيجي غزال في المذاق، وحتى هو خصو يبرد مزيان مزيان. يعني انا قلت لكم هذا النوع ديال العصائر اللي كيكونوا المنعشين، كل ما بردوا كل ما كيزيانوا، وحتى اذا باتوا لكم من غدا، يعني مثلا عملتوهم اليوم وغدا عاد شربتوهم، كيكونوا روعة، بالعكس كيزيد وسبحان الله يزيانوا. وقدمته هنايا في الكويس مع هاد الفريزه من فوق للتزيين وصافي. وكان هادو هما العصائر ديالي، العصير الاولاني ساهل لتشينو اناناس، والعصير الثاني الحليب عفوا الماء مع الفخاز. ودابا غادي نمشي معكم ندورو واحد الدويره في كيابي، نشوفو الاثمنه اللي كاينين والحويجات اللي كاينين، وتتمديو فكره شنو كاين في السوق. شنو صراحه هاد العام هذا ما كاينش اختيار بزاف، ولكن مهم كاين شويه، وكاين الكسيويات مزيونين ابتداء من 70 درهم، زعما صراحه الثمن ديالهم مناسب ورخاصين. ولكن هذا الجو اللي غادي يجي فيه العيد ان شاء الله يا ربي، ومبروك عواشركم مسبقا. المهم هذا الجو هذا اللي غادي يجي فيه العيد، ما عرفناه واش صيف ولا شتوى، والله الا كتحير شنو غادي تلبس الوداد ديالك. فهنايا غادي نوريكم الكسيوات اللي شفتم الثمن ديالهم مناسب. كاين كما قلت لكم ابتداء من 70 درهم وانتينا ماشا حتى 400 450، على حسب كتبقى الكاليتي ديال الثوب واللبسه شحال في هاد البياسات. المهم انا عملت لكم دويره مفصله يعني بلي ديتاي، غادي تشوفوا كل حاجه بالثمن ديالها بحال اللي نتوما كدوروا، وديو حتى فكره قبل انكم ما تمشيو تشوفوا تعرفوا السوق شنو فيه. نخليكم تشوفوا الحويجات مع الأثمنة ديالهم ونرجع نتلقى معكم. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وديتو فكره على الحويجات والاثمنه ديالهم، ويكون عجبكم حتى العصائر اللي شاركت معكم اللي ساهلين مهلين. ونتلقاو فيديو جديد ان شاء الله. واذا بغيتو نبقى نشارك معكم المحلات اللي كنمشي نتقدم منهم الحويجات من العيد ان شاء الله، قولوها لي في لي كومونتير ونشاركها معكم. ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله.